شوف، ما في شك يعني انه خلال ال 75 عام لم ينفذ اي من القرارات الدوليه، يعني هناك قرارات دوليه كثيره على مستويات مختلفه من المؤسسات الدوليه، سواء الامم المتحده، مجلس الامن، يعني قرار التقسيم، كل هذه القضايا اللي صدرت لصالح القضيه الفلسطينيه لم ينفذ ولم يحترم اي من هذه القرارات. طبعا احنا شفنا قرارات اقل اللي نفذت في العراق ونفذت في ليبيا ونفذت في سوريا والى اخره، وجزء من هذه القرارات يعني حتى يمكن الجزء من القرارات اللي في العراق لم تكن حتى قرارات يعني متفق عليها، يعني اخذت على عاتقها الولايات المتحده. طيب. اليوم الاشكاليه الكبيره اللي موجوده هي الولايات المتحده. الولايات المتحدة هي العدو الأساسي للشعب الفلسطيني. المعركة اللي اليوم إسرائيل فيها، المعركة يعني صاحب هذه المعركة الأساسية هو الولايات المتحدة. الولايات المتحدة عندها قدرة بأي دقيقة بدها توقف هذه الحرب، مجرد ما تطلب من إسرائيل. يعني كل هذه المسرحية اللي عم نسمعها، الخلافات وإلى آخره، هي مسرحية، لأنه من أوائل الحرب الكل بتذكر أنه كل هاي المنظومة الاستعمارية من إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفرنسا، اللي أول يوم الحرب بما فيهم الأمريكان، أول يوم الحرب كانوا موجودين في إسرائيل، وبايدن نفسه قاد مجلس الحرب.